حسنا زينيا، قابلت شابا وسيما البارحة. حقا، ما اسمه؟ اسمه أنطون. هل لديك صورته؟ لم نلتقط صورة معه، لكن صدقيني إنه وسيم جدا. فتيات، أهنالك شيء لا أعرفه؟ حسنا، ستيلا قابلت شابا وسيما جدا اسمه أنطون. رائع، أنت محظوظة جدا. آمل أن ألتقي بأحد ما أيضا. هل لدى أنطون أصدقاء؟ فروكس، أصمتوا، أنتم تمنعونني من كتابة المقالة. إذا فتيات أصمتوا، أنا ألعب. أنتم مزعجين، الحصة لم تبدأ بعد، نريد أن نتحدث. مرحبا. حسنا ناسيا، لقد وصلتني الملابس، إنها رائعة، سأريك في الاستراحة. ديانا، لا أستطيع انتظار الاستراحة لأراها. تبا سئمت منكم، أيمكنكم أن تصمتوا قليلا؟ أرجوكم، أنا أكتب مقالا مهما. لقد وجدنا حديقة الحيوانات المهجورة هذه ليس منذ فترة طويلة. الحيوانات هناك تحتاج إلى مساعدتنا بشكل كبير. ساعدنا بإنقاذ هذه الحيوانات المسكينة ببناء مسكن مريح لهم. قم بتنزيل لعبتنا ولنبدأ بالعمل. الباندا، الفيلة والأسود تحتاج إلى مساعدتنا. لياليا اهدئي، نحن في مزاج جيد، لما أنت دائما غاضبة؟ حسنا ناسيا، تلك الملابس رائعة. أجل ديانا، مزاج جيد، تأتينا للمدرسة مثلما تذهبين للبحر، أنت ترتدين ملابس قليلة جدا. لياليا، تشعرين بالغيرة. حسنا لياليا، لماذا تفعلين هذا أيضا؟ مرحبا ديما، لدي أخبار لك. مرحبا، أنا صحفية المدرسة ديانا، ولن أكون مثالا سيئا للتلاميذ عكسك أنت. تباً أنا مصدومة، هناك شجار. اسمعي ناسيا، هل تعرفين إن كانت لياليا ستأتي معنا للعطلة الصيفية؟ أجل مع جميع التلاميذ. تباً سئمت منها. شباب مرحباً، انظروا لمظهر الجديد، ما رأيكم؟ واو راين، رائع. راين، المجيء إلى المدرسة مرتدياً زي الديك هذا ليس رائعاً. أنت لا تفهمين أي شيء، أنا لا أرتدي مثل الديك. قبعتك رائعة، دعني أجربها. لا تيمور، إنها لي. هكذا إذن سأخذها بنفسي. بنات، ما رأيكم في قبعتي؟ من تلائمها أكثر، أنا أم راين؟ أعد لي القبعة. اجلس، تناسب راين أكثر. تيمور، أعد لراين قبعته. مرحبا شباب، ما هذا الضجيج؟ أعدها. مرحبا معلم مايك، ما رأيك في قبعتي؟ إذن شباب لنبدأ الحصة. معلم مايك، أرجوك أخبر تيمور أن يعيد لي قبعتي، إنها قبعتي وهو أخذها. حسنا يكفي شباب، اجلسوا. تيمور، أعد لراين قبعته لنبدأ الحصة. معلم مايك، سأرتديها قليلا، إنها قبعتي. حسنا، سأخذها منك في الاستراحة. بنات، يجب أن أتحدث معكم. حقا؟ ماذا راين؟ أمر رائع، سأخبركم في الاستراحة. آيس، الليلة الماضية كانت رائعة. الليلة الماضية فقط؟ لا، لكن البارحة كان مميزا، الفيلم والفشار والصف الأخير. جميع ليالينا رائعة، واليوم سنذهب عند جدتي، لقد صنعت فطيرة بازلاء. فطيرة بازلاء؟ ماذا، هل لديك شيء ضدها؟ لا لا، سأذهب. ألو، مرحبا، أريد أن أخبركم شيئا، أريد أن أخيط فستانا لأجل الحفلة بنفسي. ماذا إن لم أكن مصممة؟ أريد أن أتسجل. حسنا، أريد الجزء العلوي شفاف مع ثقوب، والجزء السفلي حرير أخضر. شباب ماذا تفعلون هناك منذ مدة؟ أريد أن أكل. شباب أنتم تعملون ببطء ثم تطلبون البقشيش. حسنا أمي، لنذهب غدا لشراء الأقمشة، سأخيط فستاني بنفسي. أنا أنتظر عصير، هل انتهى الجزر؟ لا تغضبوا، بيزا ستحضر كل شيء. أيس، ماذا يجب أن أشتري لجدتك؟ الفراولة أم مربى التوت؟ جدتي تحب مربى التوت حقا. حسنا، مربى التوت أهم شيء من أن تحبني جدته. أخيرا. حسنا ماكس، أقترح بأن نعزز التدريب. أجل سمايل، موافق، يجب أن نتطور، لقد استعدنا الفتيات. لا تخطئ، لم تعد مع فتاتك بعد، أما أنا كل شيء جيد مع ديانا. حسنا اهدأ، لما ردت فعلك غريبة؟ خضراء، هل ستطلبين شيئا؟ بيتزا، هل ذوقك رائع؟ عادي، انظري انها فستان ساخيطه لنفسي في حفلة التخرج، ما رأيك؟ حسنا، قولي رائع، قولي انني ذكية. حسنا، ربما تكونين ذكية، لكن يجب ان تأخذي بعد حصص الرسم. انت لا تفهمين شيئا، احضري للسلطة. تاليسمان؟ أجل، أنا تاليسمان الذي ينتظر العصير. هذا ما أتحدث عنه، انظر لهذا، قل أنه رائع، قل أنه رائع. ما هذا، رسمك في الصف الأول؟ تاليسمان، أنت غبي، هذا هو الفستان الذي سأرتديه في الحفلة، أنت أيضا لا تفهم شيئا مثل البقية. حسنا شباب، افتحوا الدفاتر واكتبوا موضوع التعبير، كيف سأقضي صيفي؟ كيف سأقضي صيفي؟ أنا أعرف كيف سأقضيه مسبقا. هذا الصيف سيكون جنونيا حتما. جنوني، كل يوم لديك جنوني. معلم مايك، لقد أنهيت مقالتي المدرسية. حسنا ليالي، أريها لي في الاستراحة. شباب اكتبوا تعبيركم في الدفاتر وليس بصوت عال.
هذا الصيف سيكون هو الأروع. سأنفجر على هؤلاء المتمردات في هذه العطلة. سئمت منهم. حسناً ديما، ذهبت في موعدي لستين ثانية هذا اليوم. ماذا فعلت؟ التقيت بعشر فتيات في عشر دقائق، جميعهن جميلات، والآن أعرف من سأواعد. كيف حقاً تذهب لهذه اللقاءات؟ هذا أسوأ خيار. ديما أنت لا تفهم أي شيء. إذن كيف سأقضي صيفي؟ هذا الصيف سأذهب لمئة موعد في اليوم. كيف؟ احذر، هذه المواعيد مشبوهة. شباب لا تتحدثوا بصوت عال، سأقرأ جميع المقالات لاحقا. تبا لقد فقدت شهيتي. آيس شاي أخضر وشطيرة. بسببه؟ أجل بسببه. اسمع روميو، يمكنك أن تتوقف عن الركض خلف صديقتي؟ إنها صديقتي أنا. إسماعيل أين كتب أنها صديقتك؟ ديانا من تقرر من ستواعد. أرى أنها معجبة بي. سمعت ماكس، لما هذا الفتى واثق جدا بنفسه؟ أها هل تخبرنا؟ لن تحصل على ديانا أيها الطفل. بماذا ناديتني؟ أعدها أيها الأشقر. اهدأ اهدأ، توقفوا لا تتشاجروا. أنا أختار الأقمشة هنا، ماذا تفعلون؟ هذا الطفل يركض خلف صديقتي. انظر جيدا، احذر وإلا سأكسر ساقيك. أجل لا يمزح. اسمع سمايل، لم أكن سأتباهى هكذا لو كنت مكانك. سأكون قائد لاعبي سنة وأخذ مكانك. ما الذي تقوله؟ سأواعد لاعب كرة السلة. ستكون دائما خلفي أيها الطفل. حسناً لقد كتبت مقالتي. حسناً فتيات، أريد أن أدعوكم للرقص. راين أي رقص؟ الرقص حيث سيكون هناك تمدد جيد. واو، هل أنت مصمم رقصات راين؟ حسناً فتيات أنجل، أنا أدعوكم الآن، سأريكم بعض الحركات التي ستجعلكم تقعون في حب الرقص. راين لكنك تعرف نحن مشجعات. أجل راين لنفعل هذا المرة القادمة. فتيات أنا أريد، نحن لا نفعل شيئاً عدا التشجيع، لنجرب هذا. هيا فتيات. ناستيا؟ حسناً راين، لكن إن لم يعجبنا سنتركه على الفور. ستحبونه حتماً، اتبعوني. حسناً هيا. كيف لنذهب ونرى؟ هيا باتريك. أنا الأزرق، أنا الأحمر. مرحبا أولاد، لما أنتم من دون فتياتكم؟ لديكم نظرة حزينة في أعينكم. فتياتنا في صالون التجميل. واو، ليالي فرصة رائعة. اهدئي. حسنا الأولاد، بما أن صديقاتكم ليسوا هنا، أيمكننا الذهاب للمقهى ونشرب اللاتيه؟ باتريك هل يغازلوننا؟ أظن ذلك. لما تتغزلون بنا فتيات؟ شباب لما نتغزل بكم؟ نحن نشعر بالملل وأنتم تشعرون بالملل. لنجلس فقط ونشرب الشوكولا الساخنة واللاتيه كأصدقاء. صديقاتكم لن يقولوا شيئاً، لن نخبرهم. حسناً، لكن لا مال لدينا. لا يوجد مال. حسناً إذن سنجلس فقط ونتحدث. باتريك هل نذهب؟ أجل هيا، أهم شيء أن لا تعرف جيجي وجولي. ديانا البدلة رائعة. ناسيا أعلم. فتيات لما لم تشتروا لي هذا؟ حسنا الفتيات سنبدأ. الرقصات البطيئة، أحب الرقصات السريعة. ناسيا سنكمل هذه الحصة ولن نعود هنا مجددا. أحببت هذا. فتيات افعلوا مثلي، حركوا كل شيء. نحن نفعل. ديما ليس من الجيد إلقاء نظرة خاطفة سيران أحد. الجميع لديه دوام، لا أحد سيرانا. هذه فكرة سيئة، سأختلس النظر من خلال الشق. ماذا هناك؟ إنهم يرقصون بشكل رائع. واحد اثنان ثلاثة، فتيات تحركوا. نحن نتحرك راين. تبا كيف، ليتني كنت أعرف الرقص، كنت سأتدرب مع ديانا. ديما أصمت لنشاهد الرقص. هيا أمي، أتريدين أن تكون ابنتك أجمل فتاة في الحفلة؟ اشتري هذا القماش. أمي سأخيط، أخبرتك سأكون مصممة، انتظري أمي. ديانا جميلة جدا، جميعهن جميلات، انظر كيف يتحرك راين. أريد الرقص أيضا. أو أيتها الخضراء مرحبا، هل انتهت حصتك؟ اشتقت لك كثيرا. كنا مارين من هنا وسمعنا الموسيقى،
لا تكذبوا على من كنتم تتجسسون، أخبروني. أيتها الخضراء، لم نلقي أي نظرة. أبدا، سأرى بنفسي الآن. 2 3 4. رائع راين. فتيات أنتم مرينات جدا لنلتزم بالحصص. رائع، نحن مستعدات للتدريب. هيا. كل شيء واضح. هذا ما كنتم تشاهدون، شاهدوه إذا. أيتها الخضراء، تسمحين لنا؟ أجل أسمح. كيف، لقد وافقت. جيد، شكرا أيتها الخضراء. فرنس رائعات، فرنس مهارات، فرنس رائعات، فرنس مهارات، فرنس رائعات. هم فرنس من يتدربون، أين هم بوني؟ ربما تغير وقت تدريبهم. أوه أيها المجعدة، أود التحدث معك. اسمع، تعرف أن كل شيء جيد بيني وبين ديانا، صحيح؟ لا، ديانا لم تخبرني شيئاً. هذا ما أقوله لك. إذن ابقوا بعيدين عن فتياتنا. هم فروكس، يمكنهم مواعدتكم، إنهم عازبات. لعبوا السلة، أفسدوا كل شيء مجدداً. لعبوا السلة، دعوا الأولاد وشأنهم. يراقبوننا ونحن نتدرب. سمعتم هذا فروكس، معجبين بكم. إذن لا تنظروا لمتمرداتنا أبداً. اسمع ماكس، اذهب أنت وواعد فروكس، أنا لدي صديقة ماري. وأنا ديانا. أوه سمعتم أولاد ضيوفنا، لم يفهموا أي شيء. لنخرج ونتحدث. هيا لنخرج. لعبوا السلة، أرجوكم دعوا الأولاد وشأنهم. إنهم شباب رائعين مقارنة معكم، حتى أنهم أثنوا علينا. إذن قوموا بمواعدتهم. ابتعدوا عن مشجعاتنا. شباب لعبوا السلة، أحتاجكم. شيء ما حدث هناك، يجب أن تروه الآن. ماذا حدث؟ إذن لنخرج. ابتعد. فتياتكم يرقصون بسراويل قصيرة جدا وقمصان قصيرة، وديما وكيف يحدقون بهم. اذهبوا وانظروا. هل اليوم يوم المشاكل؟ ربما. حسنا، هذه نهاية ديما وكيف. من الذي يراقب مشجعاتنا؟ ديما وكيف. هيا لنرى. أجل اسمعي أيتها الخضراء، لما جئت هنا ووشيت بهم؟ كنا على وشك التعرف على شباب جدد وأفسدت كل شيء. لقد سئمت من ديما ومن المشجعات. آسف فروكس، لم أكن أعرف أن لديكم خطط هنا، لكن هنالك مشكلتي ويجب أن تحل. وداعا فروكس. اذهبي فتيات، هل رأيتم كيف حدق بي ماركوس؟ لقد نظر لي أيضا. سلافا، من نظر لك بارتياح؟ ألم ينظر لنا أحد؟ هم فتيات، لدينا أول جمهور هنا. ديما وكيف، ادخلوا اجلسوا. أوه شكرا. تبا أولاد اخرجوا. ما هذا الهراء، سنرقص أمامهم. راين دعهم يذهبون. الرقص قطعة فنية، لا حاجة للخجل. إذا لنتابع. 1 2 3 ارقصوا. كيف أحببت هذا الرقص. أنا أيضا، وأيضا نجلس في الصف الأول. انظروا أولاد هنا. لا أفهم ديانا، ما هذا الهراء، ما هذا الرقص، ماذا يفعل راين هنا؟ مرحبا أولاد، اجلسوا. سمايل اهدأ، نحن فقط نتعلم الرقص المرن. أجل، نريد أن نقوم بالتمدد. ديانا سأتحدث معك لاحقا بعد الرقص. أنتم أيضا تتعلمون الرقص أم تحدقون بفتياتنا؟ ديما يحدق بديانا، لكن لا أعرف بخصوص كيف، ربما ماري. ماذا؟ تبا الفتيات، ماذا سنفعل؟ راين ابتعد ابتعد. أولاد سنشرح لكم كل شيء الآن. لقد فوتنا الكثير من التدريب. أجل لهذا، نسينا كيف نقوم بالتمدد. سمايل اهدأ، الفتيات يحتاجون للمرونة من أجل التشجيع. سأريك أنت أيضا لاحقا. إذن من الذي شاهد فتياتنا؟ من؟ اخرجوا من هنا، كونوا ممتنين لأن كنوبا ليست هنا، وإلا شيء سيء كان سيحدث لكم. ديما هيا. لم تكن هذه فكرتي. ديانا يجب أن نتحدث الآن. اسمع سمايل، لم نفعل أي شيء سيء، فقط راين علمنا التمدد، ولا أحد سيمنعنا من الرقص. من كان يتجسس؟ ديانا كل شيء بخير؟ ديانا خذي ملابسك، استعدي لنخرج. سمايل كم أنت متعب. ماركوس ماذا تفعل هنا؟ سلافا جاء هنا. شباب لا أستطيع تحمل هذا، اخرجوا. جئنا عند الفتيات. هيا اخرجوا هيا. ماركوس المسكين، تيمون لقد تماديت كثيرا. أخبرتك أن هؤلاء الأولاد لا يجب أن يأتوا للمدرسة. لا سمايل، سأذهب وأتحدث مع ماركوس. شباب ضعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. انتظروا حلقاتنا الجديدة، أراكم لاحقا. وداعا فتيات هيا. راين اسمع، علم رقصك في مكان آخر. آسف، الرقص فن، سأعلم أينما أريد. لم يفهم هذا،